أيها الأعزاء بكل خير وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الأمسية التي تتواصل مع حضراتكم على الهواء مباشرة من مختلف المدن الأسبانية. الآن نصل مع حضراتكم إلى مدينة برشلونة وإلى معقل برشلونة وإلى تألق برشلونة وإلى دكة احتياطي برشلونة اللي يجلس فيها بطبيعة الحال كلويفرت وباقي نجوم فريق برشلونة في هذه مدرجات ملعب نوكم. حوالي 100,000 متفرج هنا في معقل برشلونة وسط تألق برشلونة. وبرشلونة الآن الفريق الذي يلعب في الجهة اليمنى من الملعب، والجار اللي هو الجريح بالفعل اللي هو إسبانيول اللي مهدد بالهبوط بالفعل يلاقي برشلونة الفريق المتألق في الأسابيع الأخيرة. مباراة لن تكون سهلة على الأطلاق، يعني نعم أن برشلونة متألق ولكن لدى هذا الفريق أيضا لاعب فريق إسبانيول على عرض الملعب، وهنا انفراد والكرة تنحط. يا الله، حلوة 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 كرة مباراة، يعني برشلونة هو صاحب المبادرات الأكثر ولكن الأخطر شاهدناها قبل قليل. هنا مرور وسقوط على أرض الملعب، حكم المباراة لا يأبه لسقوط سافيولا وكلويفرت على دكة الاحتياط، بالرغم من أن كلويفرت سجل الهدف الأول في مرمى ريال مدريد. وعشر دقائق تنقضي على الشوط الأول من المباراة، لا أهداف، تسديدة قوية تأتي. حلوة 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 حلوة، هم يتعرضون للضغط، هم هذا مصطفى حاجي. شوف 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 مرة ثانية، شوف مصطفى حاجي المغربي يلعب له كرة عالية إلى الأمام، وهجوم الآن يبدأ لصالح إسبانيول ومصطفى حاجي يقود هذا الهجوم، وتسديدة تأتي وتحول أخطر الآن. أتت ضربة الجزاء، أتت ضربة الجزاء لصالح إسبانيول. إسبانيول يأتي ويحصل على ضربة الجزاء، السيد ميدينا كانتاليخو. شوف 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 مرة ثانية، هي التسديد الأولى كانت من حاجي، لفت وصلت وين، وشوف الرجل وين، والتسديد شوف ضربة جزاء، ضربة جزاء لا غبار عليها على الإطلاق. لاحظ لاحظ القدم، القدم قدم ألوغوير وين، وقدم ألوغوير والمحاولة من اللاعب المزعج جدا تمود. والله شكل يعني تمود له 15 هدف، شوف الثقة شلون والنظرات كيف تكون. ممكن يسجل تمودو، ممكن يسجل تمودو، يسجل تمودو ويأتي بالهدف الأول لصالح إسبانيول. إسبانيول يتقدم بالهدف الأول في المباراة. شوف مرة ثانية ولاحظ، شوف مرة ثانية ولاحظ الكرة اللي تلعب. والله لو جلس فيكتور فالديز في مكانه كان من الممكن أن يأتي بالكرة، وبالتالي هو 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 وارتمى في زاوية اليمنى، ولكن الصحيحة 100%. ونشوف مثلا ردة المية، يعني هدف راح يحل المباراة، راح يشعل المباراة، راح يجعلنا نستمتع. نشوف مثلا ردة الفعل من جانب برشلونة، لكن لاحظ معي أن حوالي 20 دقيقة وانذار أيضا يأتي الآن من قبل حكم المباراة. يعني شوف بالتالي 16 مباراة لم يخسر في أي من المباريات، وبالتالي تفرغ الآن برشلونة للدوري. والآن أيضا يأتي خطأ، ايضا الان ياتي خطا، حصل له واحده رونالدينيو، حصل له واحده فيه انذار طبعا. كره ملعوبه وعاليه ولا زال فريق برشلونه يبحث عن الخطوره الحقيقيه، ويا سلام لمسه ولا اجمل، والكره تحول راسيه ولكنها الى خارج ارض الملعب. يعني هذه اللمسات شفنا وشاهد العالم اجمع الكره رونالدينيو، رونالدينيو الذي لعب مع المنتخب البرازيلي امام بلغاريا 4-0 وكان يعني هو احرز واحد من الاهداف. والان تاتي الضربه الركنيه لهذا اللاعب زافي، وزافي يلعب الضربه الركنيه الى الامام ودربكة، ولكن يبعدها مدافع إسبانيول، تصل مرة ثانية أيضا كرة سريعة. أخطر الآن، أخطر 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 الآن، رأسية تحول ولكنها أيضا إلى خارج أرض الملعب. رأسية رونالدينيو إلى خارج أرض، مثل هذه الكرات يعني اللي مشروع هجوم يكون خطير. شوف لأنها وصلت إلى زافي، وزافي حولها على رأس رونالدينيو، ورأسية رونالدينيو جعله ريال مدريد في برشلونة الوضع في غاية الصعوبة، لأن برشلونة الفريق المتألق قادر على التعديل. الكرة سهلة 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 وتصل إلى حارس المرمى البلجيكي ليمانز.
يعني برشلونة برشلونة. رونالدينيو موجود وديلابينيا مصاب، والكرة تلعب تجاه المرمى ولكن إلى خارج أرض الملعب. يعني هو كان متقدم فيكتور فالديز، وهنا اللاعب على طول دومورو اللاعب العاجي اللاعب القادم من مارسيليا الفرنسي حاول يستدير. غريب العجيب اللي أنت تأتي إلى المباراة والتوقعات والآلاف يأتون لمشاهدة برشلونة ومشاهدة هذه المحاولة. رونالدينيو في الجهة اليمنى أخطر الآن أخطر وتصل إلى رونالدينيو مرة ثانية. إيه هياها إلى زافي وزافي سيطر عليه. نشوف مثلا جماهير برشلونة تنتظر الأخطر. وين الخطورة؟ هنا الخطورة نعم، وهنا هدف التعادل. جول يأتي على طول لبرشلونة. هنا الخطورة وتأتي الخطورة بل ويأتي هدف التعادل لصالح برشلونة. يعني هكذا تسير الأمور وهكذا يعني من الألعاب الخطيرة جدا على المرمى. الآن طبعا رونالدينيو يسجل الهدف رقم 14 له. شوف هو لاعب الكرة من الأساس إلى زافي، زافي هو اللي حولها في الجهة اليمنى رأسية. ولا أجمل ولا أحلى من جاء هدف التعادل من هذه الكرة من اللاعب الشابني أول من المباراة. التعادل بهدف لهدف، التعادل ليس مطلب برشلونة على وجه التحديد. الضربة الركنية تلعب واليوم رونالدينيو الكرة للمرة الثانية رأسية. هذا السيد لابورتا رئيس نادي برشلونة يعني اليوم هو ولاحظ النظرات. رونالدينيو سجل الهدف الأول ورونالدينيو حاول أن يسجل الهدف الثاني أيضا. ورونالدينيو وسيمان في كأس العالم ورونالدينيو ولمز والتسديد. الله ضاعت على سافيولا ويعني اللعب فيه دهاء وفيه مكر المحاولة السابقة. شوف 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 مرة ثانية رونالدينيو يترك الكرة بالفعل لكي يأتي بالثاني ربما أكثر. على العموم هذا دافيدز ودافيدز إلى رونالدينيو ورونالدينيو يلعبها ولكن أيضا الكرة ببراعة أيضا مرة أخرى ليمنز يحولها إلى ضربة ركنية. هذه الكرات الجزاء أن هناك مصطفى حاجي سدد كرة خطيرة، أن هناك أيضا ماكسي كان يأتي بالهدف الأول وسافيولا يأتي بالهدف الثاني. جول جول ثاني لبرشلونة. برشلونة يأتي بالثاني والحل هذه المرة من سافيولا. هلا هلا يا سافيولا، وسافيولا يأتي بالهدف الثاني لصالح برشلونة. يعني الدقائق الأخيرة المحاولات تستمر والانفراد يأتي وسافيولا يتقدم. شوف شوف ولاحظ واحده اثنين يا سلام يا سلام. شوف 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 الهدف واحد يعني حتى النتيجة هدفين مقابل هدف غير كافية لبرشلونة. برشلونة ما بين الاستراحة في شوطي بين شوطي المباراة التعليمات والعمل والشغل كله راح ينصب لتأمين نتيجة المباراة ولتأمين النقاط الكاملة لهذه المباراة. الآن يغادر بالتالي المتعة تأتي دائما من رونالدينيو والمتعة شاهدناها. يعني إسبانيول اليوم يلاقي رونالدينيو ويلاقي برشلونة. يلاقي رونالدينيو أولا، لا ما في حلول ما في حلول، لا يمكن إيقاف هذا اللاعب على الإطلاق. يعني لا يمكن إيقافه في الشوط الأول من المباراة. والآن هذا الشوط الذي سوف يحاول فيه رونالدينيو وبرشلونة أيضا من محاولة التقدم بهدف آخر وتعزيز هذا التقدم لأن نتيجة هدفين ملاقات سرقصفة. إسبانيول بالمقابل هذا الفريق الغلبان الفريق المهدد بالهبوط ديبورتيفو لا كورونيا مباراة القادمة راح تكون في غاية الصعوبة وصعب الآن. والله تسديدة وقذيفة قوية تأتي من دافيدز وشكلها اتجاه مرمى ليمنز ولكن الكرة طول وضاعت. شوف 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 هو اختراقه كان ممتاز للغلة الأولى من دافيدز وهذه المحاولات لن تتوقف. وهنا أيضا رونالدينيو مر 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 رونالدينيو وهيا وجول. الله يا أخي بالرأس وبالقدم وبالظهر وكل يمشي الحال. هو عرف عن رونالدينيو بألعابه الاستعراضية الجميلة هي حتى بالظهر حتى هو بدأ مع ناشئي فريق برشلونة. يلعب الآن لإسبانيول وإسبانيول هاجم والتسديدة تأتي قوية وهي إلى يعني بهذا الشكل المرتدات. هنا أول واقفين فرانك ريكر وهنا اللاعبين الكبار
كلاعبين وليس كمدربين كلاعبين سابقا يعني ما يهبط الى الدرجة الثانية، لكن صعب اليوم، صعب اليوم انه يفوز. والان هو ممكن مرماه يتعرض للثالث والثالث، نعم خلاص خلاص الثالث لبرشلونة، يعني اشكر يعني خلاص غيم الغيم، واكثرت المحاولات واتت الهجمات وتواصلت من هنا وهناك، وبالتالي ياتي الثالث، ياتي الهدف الثالث لصالح برشلونة. اليوم شوف 70 الى 30، 70 الى 30، وكل التحية. والان هذه مرتدة، جول جول، لا والله لا والله، ضاعت ضاعت على الأرجنتيني ماكسي، كان ممكن وسط هذا الصخب الكبير في ملعب نوكم ضاعت، يعني كان من الممكن جدا أن ماكسي يصل. شوفه 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 مرة ثانية، انفراد والنتيجة مرة ثانية. وطالما أن إسبانيول ما استفاد من هذه المحاولة السابقة، ممكن الآن، ممكن الآن هذا رايزيجر يأتي مثلا الرابع، ممكن يأتي الرابع، الكرة تصل الرابع، أتاك الهدف الرابع، الرابع أتى لبرشلونة، الرابع لبرشلونة. برشلونة تسأل عن لونه، هذا هو اللون، هذا هو اللون، وهذا هو الإبداع الكروي، وهذه هي الأهداف الغزيرة. يأتي الهدف الرابع الآن لصالح برشلونة، والله كل شيء لبرشلونة اليوم. كرة منقولة أخرى وأيضا تلعب، ولكن لاحظ لاحظ ما الذي يحدث في هذه المباراة، لاحظ ما الذي يحدث في هذه المباراة. 4-1، وأيضا يعني انفراد آخر، انفراد آخر هذه المرة من إسبانيول وسط الصخب ووسط التشجيع ووسط المتعة. اليوم جماهير برشلونة جالسة يعني حتى مغايرة، حتى ممكن تصل إلى 5 وربما أكثر. اليوم المباراة رقم 70 في تاريخ لقاءات الفريقين في النوكم في برشلونة. لاحظ معي الأرقام، يعني 69 مباراة سابقة، 55 فوز لبرشلونة، إسبانيول 8 مباريات. يروح الهدف الخامس الآن يعمل لفريق برشلونة، ورونالدينيو لمسة، ولمسة ثالثة، والخامس لم يأتي، لم يأتي الهدف الخامس، لكن أتت لعبة جميلة ومحاولات جميلة من هنا. وأنا شوف 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 كنا ما لخص، كنا ما لخص، وكأنه ما سوى شيء في المباراة اعتيادي الأسبوع الماضي عندما فاز برشلونة على ريال مدريد. الخامس الآن، الخامس الآن، الخامس، لا والله ضاعت، ضاعت إلى خارج أرض الملعب، الكرة تضيع، والهدف الخامس قد يأتي في أي لحظة من اللحظات. شوف الخطأ، خطأ المدافع، خطأ المدافع، يعني بعد الأربعة بعده خطأ أيضا من المدافع، ويجي هدف هدية مثلا. فالنسيا الذي وسع الفارق إلى 74 نقطة، وينك يا ريال؟ كان كان كان، والآن مصطفى حاجي يسدد، ولكن الكرة إلى خارج أرض الملعب. يعني كان كان يا ما كان في قديم الزمان وفي الليغا الأسبانية الفارق عند ريال مدريد إلى 8 نقاط. لاحظ وشوف، وبرشلونة على بعد نقطة واحدة فقط، لذلك الليغا وإثارة الليغا الأسبانية سوف تستمر إلى النهاية. يعني الأسبوع القادم، نشوف مثلا الأسبوع القادم، الأسبوع رقم 36، وبعد ذلك الكرة ملعوبة الآن لصالح برشلونة، لن يتغير شيء. يعني في دقيقتين للوقت بدل الضائع للشوط الثاني، التحية والتصفيق والبهجة اليوم، يعني مباراة كرنفالية لأنها بدت بهذا الشكل بأجواء احتفالية تحت، يعني تنتهي أو في طريقها للنهاية الآن بسعادة كبيرة لكلويفرت أيضا الآن، والقائم يرد كرة كلويفرت، وبالتالي يضيع. يعني كلويفرت، كلويفرت شوف الآن، شوف الآن، يعني لأن هذا حوار، هذا حوار خاص ما بين جماهير برشلونة وما بين، شوف 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 شوف, شوف, شوف. والله يا رونالدو، يا رونالدو، يا رونالدو، يا رونالدينيو، رونالدو هناك، ورونالدو ممكن أن يغادر إلى إنجلترا، ورونالدينيو هنا، ولكن رونالدينيو هو الباقي، ولكن السحر الذي يقوم فيه برشلونة ولعب رونالدينيو. وكنت تتحدث عن كلويفرت في اللقطة السابقة اللي تلقى التحية حتى بالكرة اللي صدها القائم. اليوم يعني مصالحة أخرى وابتسامة أخرى أيضا يبعثها هذا الفريق
وهذا اللاعب الساحر، اللاعب الغير طبيعي بالفعل اللي هو رونالدينيو ياتي. شوف 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 شوف, شوف. اي واحدة تختارها كيف؟ شوف كنا ما لخص، كنا ما لخص لعبها، وكأنه ما لعب.